والله الدولة مبارك، العصابة مبارك، والعلمانيين لا بيفرغوا لا بين سلفي ولا إخواني ولا تبليغ دعوة ولا جهاد. كل من له سمت إسلامي فهو لهم عدو. وزي احنا وقفنا لبعضينا وجه الوجه واعتدينا على بعضينا، والله العظيم هياكلونا واحد واحد. اخويا النقيب هاني الشاكري بيقولي مش قضيتنا دلوقتي، هي فعلا مش قضيتنا، ولكن عشان الموقف اللي حصل انا اردت ان انا انوه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.